في الوقت ان الناس بتكلم في نفسها من الاسعار، النظام عايز يخلينا مبسوطين بالعافيه، والناس كلها بتصوت من الاسعار حرفيا يعني. لكن مش مهم، المهم انك تبان مبسوط وفرحان لدرجه انك بتعيط من الفرحه. ده انا هعيط من الفرحه، ده انا هلطم على صداغي من الفرحه. لا مش كفايه تعيط، لا انت لازم تزغرط. اه والله تزغرط، عارف والزغرط الزغروده دي ده يعني حاجه مصريه قوي، والمصريات بعض بيجدوها حلو جدا. اللي بيطالب بالزغرطه دي بقى مين؟ مش مذيع، ده وزير كذاب تاني. اسمع. شوفوا يا ريت كنت كانوا صوروا حالتك انطباعات اهالينا في امبابه وفي البوهي وفي رد معانا وهم مصورين. بيزغرطوا ومبسوطين مصورينها. اول مره في التاريخ يخش المترو في حد كده كتب بص يقول لك ايه، احنا كده اتحطينا على الخريطه. احنا بقينا ناس زي البني ادمين. نعم. في امبابه وفي البوهي وفي رود الفرج والحته دي كلها مناطق كثافه سكانيه كبيره جدا، ما كانش حد يخشها قبل كده. صحيح. فاذا في هديه، في هديه. نعم. ولكن وفي هديه في الاجره، في هديه في الاجره. نعم. بس خد الموضوع على بعضه. نعم. واحنا خدنا، هو بيقول لك خد الموضوع على بعضه، احنا خدنا، المصريين خدوا يعني كله خد، يعني خد الموضوع على بعضه يعني ما تاخدش حته منه، يعني خد كله. مين دول اللي بيزغرطوا يا عاد؟ قال لك ان الناس بتزغرط. طب بالراحه كده بس، افرح ازاي وانت بتطحني ليل نهار عشان تسرق من جيبي مليارات حرفيا؟ سنوفر مصدر بالوزاره، زيادة أسعار الكهرباء ستوفر أكثر من مليار جنيه شهريا. لمين؟ أنا موافق. لمين؟ هتروح فين بقى؟ أنا موافق يا جماعة، كلموا الناس بالعقل. الناس هتدفع. الناس بتقطع الكهرباء عليها وتقول لك والنبي اقطعها في حتة واحدة بس، اقطعها بالنهار بس. الناس موافقة. ده شعب جميل، ده شعب عظيم، ده شعب لطيف، شعب جميل. الشعب ده فيه، هتلاقي كده فين؟ شعب يقول لك ابقى قطع الكهرباء في النهار بس او بالليل بس، بيقول لك عايز كهرباء خالص، ده بيقول لك بالله عليك اقطعها بالنهار بس، واقطعها ساعتين بلاش ثلاث ساعات، خليهم ساعتين بلاش اربع ساعات. يعني هو موافق، هو موافق. فانت لما تقول له بوفر 2 مليار جنيه بزود عليك الكهرباء عشان اوفر 2 مليار جنيه، ايوه حلو قوي، هتروح فين بقى؟ ال 2 مليار دي هتروح فين؟ اهو مصر تطمح لجمع مليار. هو الارقام عندكم يا جدعان ايه؟ يعني يزود الكهرباء يقول لك عشان نوفر 2 مليار جنيه، يزود المترو يقول لك عشان نوفر مليار جنيه، هتروح فين؟ خد الزياده اللي بعدها، اديني الزياده اللي بعدها. تهنئة الحكومة للمصريين بالعام الجديد، زيادة أسعار المترو، زيادة أسمنت، زيادة أسعار الكهرباء، زيادة الإنترنت، زيادة أسعار الذهب، زيادة أسعار رسوم تسجيل السيارات، زيادة أسعار الحديد، زيادة أسعار القطارات، زيادة أسعار رسوم النقل الملكية وبعدين أنا من يومين قعدت أفكر فيها. أنت تعرف يا عادي يا بيبو، لو رحت جبت أسعار رسوم السيارات تجديد العربية الجديدة، تلاقي نفسك في مصر لما تشتري عربية تخرب بيتك. لما تشوف الرسوم الزيادة الجديدة على أسعار تجديد العربيات والحاجات دي، تلاقي نفسك هيتخرب بيتك رسمي في العربية، تركن العربية معلم وخلاص. تروح بقى المترو تلاقيه غالي فيتخرب بيتك برضه، تروح فين؟ الناس تروح فين فعلا؟ يعني الناس بره بتركن عربياتها لأن البنزين غالي والمواصلات رخيصة. حلو، منطق، مواصلات رخيصة وأسرع، فتلاقي معاك في المترو بهوات وهوانم راكبين معاك المترو. حلو قوي. ليه؟ لأن هو لو سايق العربية المشوار ده هيدفع قد تذكرة المترو تلات أربع مرات. دلوقتي بقى أنت عندك العربية البنزين غالي والمترو بقى غالي، طب أنت هتعمل إيه؟ هتروح فين؟ يا سيسي انسوا الحكومة يا حضرات. يا سيسي سيب الناس تقول آه. الناس لو بتضحك فهي بتضحك على خيبتكم. الناس بتعاني فعلا، وشويه شويه زي ما قال باحث النهارده اسمه ماجد مندور، توقع هو الباحث مش انا، ان السيسي هيوصل مصر حرب اهليه. في النهارده باحث كده، النهارده
نشر عنه عن بحث هو قدمه في ميدل ايست اي تقريبا انه السيسي ربما يوصل مصر الى حرب اهليه. والله انت لو دورت تلاقي البحث ده زي بقول لك كده. بحث النهارده تم الاشاره ليه على والراجل اسمه ماجد منظور هو باحث يعني قال الاجراءات دي اللي السيسي واخدها وخلال الست سنين الجايين اسوأ ممكن يوصل مصر الى حرب اهليه. ما الناس هتنفجر هتعمل ايه؟ وما يقدروش ياكلوا الجيش والشرطه ياكلوا بعض. اهو حرب اهليه في مصر بعهد السيسي ميدل ايست اي يحذر من تكرار سيناريو سوريا. بيقول حذر موقع ميدل ايست اي البريطاني من احتمال وصفه بالرعب بالمرعب يلوح بالافق في مصر لسيناريو مشابه لما حدث في سوريا بسبب بسبب سياسات رئيس النظام الحالي عبد الفتاح السيسي. وتحدث الكاتب المصري ماجد منظور عن كتاب جديد له حمل عنوان مصر في عهد السيسي، قال انه اقتبس افكاره من خلال معاصرته للانقلاب الذي اطاح بمحمد مرسي اول رئيس منتخب ديمقراطي. واضاف ان المذابح التي اعقبت ذلك اثارت اهتمامه الى اخره. ووصف منظور كاتب التقرير بالموقع البريطاني نظام السيسي بانه مختلف عن كل الانظمه الاستبداديه السابقه، فهو فريد من نوعه من ناحيتين: خضوع مصر للحكم العسكري المباشر، واوضح ان مصر للمره الاولى في تاريخها الحديث تخضع بالكامل لحكم عسكري مباشر الحديثة، مع عدم وجود حزب مدني لتحقيق التوازن في المؤسسة العسكرية أو العمل كواجهة مدنية لقوة المؤسسة العسكرية المتوسعة. أما الناحية الثانية تدور حول ارتباط نظام السيسي بشكل كبير بالعنف الجماعي الذي تمارسه الدولة، ما يجعل هذا الكيان العسكري مرتبط بشكل ايديولوجي راسخ بالاستبداد والقمع. وبيكلم على دور المعارضة السلبي، المعارضة العلمانية وحاجات. هو ماجد منظور اللي قال ان السياسات دي قد توصل مصر الى حرب اهلية. هو اسأله، هو اللي قال مش انا.